أنا طول عمري متفائل. القرار ده خلاني متشائم صراحة، استمراره خطأ. صدور القرارات بشكل مفاجئ يربك، بهذه العبارة يصدح ملاك المقاهي والمطاعم التي اعتادت منذ فترة على تقديم منتجات التبغ بعد صدور القرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض رسوم التبغ على الفواتير بنسبة 100%. طبق فجأة، قاعدين جونا قررنا من بكرة، قررنا من أمس، عليكم ضريبة 100% للزبائن. تبع هذا القرار ردود أفعال الشارع السعودي بشكل عام ومرتدي المقاهي بشكل خاص، تصدر هذا الموضوع هاشتاج ضريبة مطاعم التبغ. أنا أتوقع حقيقة، مش أتوقع بل أنا أقول قرار غير مدروس نهائيا، واضح من أثناء تطبيق هذا القرار. يعني رحنا كذا مطاعم وكافيهات ما وجدنا أحد خالي جميع المطاعم. يعني هل القرار منع الأكل ولا منع التبغ؟ أعتقد أنه مؤثر تأثير كبير جدا على أصحاب المقاهي، وذلك من تقليل عدد الرواد بسبب ارتفاع السعر. محل محترم ومحل كويس ومحل نظيف ومرتب تجلس فيه نهاية أسبوع ونهاية عمل مع زملائك مع أصحابك عشان تجلس في محل كويس، أكيد حتدفع مبلغ وقدره، لكن مع مشكلة الضريبة صراحة حيسبب إشكالية مستقبلا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فأكيد أصحاب الأموال الاستثمار والكفاءات المحترمة والكويسة حينسحبوا منها. بعض المقاهي والمطاعم عانت من عزوف المرتادين، لذا قررت تحمل رسوم القرار عن الزبائن. كانت صدمة لنا يعني، وما احنا مستوعبين لحد الآن انه احنا نص دخلنا هيروح لوزارة البلدية واحنا حنشتغل بالنص الثاني. البعض الآخر من المطاعم قرر إلغاء بيع منتجات التبغ بشكل عام. طبعا هم حطونا بين نارين، يا نلغي المعسل تماما يا ندبل أسعارنا على الزبون، والحلان كلاهما مر. أجبرنا طبعا، مجبرنا أخاك لا بطل، إنه إحنا نتحمل الضريبة كاملة بدل ما نحملها على الزبون عشان ما نخسرهم. لكن إلى متى؟ شهر شهرين يعني، تحملنا حتى شهر آخر، حتى شهر آخر يعني لو لا سمح الله، لا سمح الله ما كان في تراجع عن القرار هذا، احنا حنواجه خطر الإغلاق. بعد مرور قرابة الأسبوعين على القرار، إلا أن التشاؤم لا زال يخيم على عاتق المستثمرين في هذا المجال. لبرنامج سيدتي مها فران، جدة.